السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية. إن شاء الله هنبدأ معكم الحلقة الثانية من شرح مادة الإحياء، وزي ما اتفقنا إن شاء الله نشتغل بقى من كتاب موحد مع بعض، كتاب الامتحان حلو ورسوماته حلوة وكلامه مختصر ومفيد إن شاء الله. وعلى ما الكتب تيجي نشوف برضو إيه أي كتب مع حد، ما فيش كتب أحنا إيه هنشتغل مع بعض ونشوف ايه الكلام. طبعا كان اخر حاجة في الحلقة اللي فاتت ان انا شرحت الدعامة والدعامة الفسيولوجية والدعامة الايه التركيبية. طبعا في كلام كتير مكتوب في الكتاب برضو، عاوزين برضو ما نسيبش حاجة. يا ترى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ما فرق ما بين الدعامة الاثنين؟ احنا قلناهم باختصار شديد جدا، قلنا الدعامة الفسيولوجية دعامة مؤقتة، وحط تحتها 3 4 5 خطوط، دعامة مؤقتة. خلاص ادي حاجة. الحاجة التانية تتناول الخلية نفسها. طيب الدعامة التركيبية دعامة دائمة مستديمة تتم بترسيب بعض المواد زي السليلوز واللجنين والكيوتين والسيوبرين على جذور ايه الخلايا. الكلام ده قلناه. خلاص ايه الموضوع بقى اللي احنا عايزين نقوله تاني بسرعة كده قبل ما نبدأ في الايه الهيكل او الجهاز الايه الهيكلي في الانسان. الجهاز الهيكلي في الانسان هنبدا بيه حالا ان شاء الله، بس ريفيجن صغير جدا 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 على الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه. فيها كلام كتير بس هو كلام المختصر اللي انا قلته عشان برضو ما نقولش ايه سيبنا حاجه. طبعا بتعتمد على دخول المية بالخاصيه الاسموزيه الى الفجوات العصاريه لانها ذات تركيز اعلى تانية ثانوي احياء لخلايا الايه النبات. دعامة مؤقتة لانها مرتبطة بدخول المية عن طريق الشعيرة الجذرية للخلايا، فتنتفخ الخلايا زي ما قلنا وبتضغط على مين؟ على المادة البروتوبلازمية اللي موجودة فين؟ في قلب الخلية، فبتعمل ايه دعامة. ولذلك بنقول ايه ان هي دعامة ايه مستديم، دعامة مؤقتة. اما الدعامة التركيبية فهي مستديمة او دائمة. خلاص ولذلك لو الارض نشفت عن الزرع او عن النبات بنلاقي فيه خمول في ارتخاء في ذبول السيقان والاوراق بتاعه النباتات. استقامه سوق الايه واوراق النباتات العشبيه ديت عند جفاف عند ري الايه التربه. ترسيب ماده السيوبرين دي اساسيه، هي والسليلوز واللجنين والايه والكيوتين. خلاص دي بتدعم ايه اجزاء معينه في النبات مش كله، ولذلك احنا قلنا الدعامة التركيبية لا تشمل تركيبة الايه النبات كله. خلاص يبقى ديت الجزئيتين. عندنا طبعا اسئلة تعلل. تترسب بعض المواد الصلبة القوية على جذور خلايا النبات او في اجزاء منها، ليه؟ عشان زيادة قدرة خلايا النبات الخارجية على الحفاظ، يعني بتحميها منع فقد الماء من خلالها. يوم ما اخدنا رسمة الورقة كنا رسمنا ايه مادة الكيوتين ها من فوق ومن تحت، دي قدرة إلهية ربنا عاملها في النبات في الأوراق والسيقان، إكساب الخلايا الصلابة والقوة يعني وظيفة تدعمية. خلاص يبقى الوقت هنا حاجات مهمة جدا عن الدعامة، والحاجات الباقية سهلة جدا عشان بس إيه ما نضيعش وقت، عايزين نشتغل شغل حلو في الأحياء. تعتبر الدعامة التركيبية دعامة دائمة حيث أنها تعتمد على ترسيب بعض المواد زي السليولوز وبعض المواد زي اللجنين والسيوبرين والكيوتين. وجبنا سيرة الورقة وقلنا الورقة والسيقان خلاص بيتم إيه تغطيتها بمادة إيه الكيوتين عشان تمنع خروج المية ما عدا أجزاء صغيرة اللي بنسميها الإيه الصور. يبقى دي بالنسبة للدعامة التركيبية والدعامة الإيه الفسيولوجية. نيجي بقى للدعامة في الإنسان. الدعامة في الإنسان الجهاز اللي قدامنا شايفينه ده، وده موجود في معظم المدارس، الهيكل العظمي، الجهاز الهيكلي في الإنسان. الجهاز الهيكلي في الإنسان مهم جدا جدا جدا. الهيكل المحوري المحور الرئيسي، يبقى الوقت هنا الجهاز الهيكلي يتكون من الهيكل العظمي. إيه هو الهيكل العظمي؟ الهيكل العظمي بيتركب من هيكل محوري. محوري يعني ايه؟ زي ما قلتها لكم الحصة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت، محاور الطريق يعني الاجزاء الاساسية في الطريق.
محاور في جسمنا بالنسبة للعظام الجمجمة، وهي أساسية لحفظ المخ. معلش، المخ محطوط هنا في الجمجمة. ربنا عامل قلب عظمية، أكنني لو جرحت بطوبة أو جرحت في دماغي ونزل دم خلاص المخ وهيبان وكذا وكذا. لا طبعا، ده في طبقات هناخدها ان شاء الله، واحنا خدناها في تانية ثانوي، الطبقات الموجودة فين باللي بتحمي الايه المخ، واخرها الجمجمة. خلاص، يبقى الجمجمة لو حدث فيها خبطة او دم نزل او حاجات من ديت، دي اوعية دموية ايه موجودة تحت الشعر. خلاص، ولكن الجمجمة ما شاء الله صلبة وقوية، وربنا يعافينا من اي عمليات جراحية في المخ عشان نفتح الجمجمة بمنشار زي منشار الخشب. خلاص، لانها قوية وربنا عاملها كده عشان حماية ايه اهم جزء فيها وهي المخ. تعالوا بقى كده نشوف الهيكل المحوري. الهيكل المحوري بيتكون من، بصوا معايا، الهيكل المحوري الشكل باين اهوت في الكاميرا، في هيكل محوري بيقول لي 80 عظمة من عظام في الهيكل المحوري. ما هو الهيكل المحوري عبارة عن ايه؟ عن الجمجمة والقفص الصدري، احنا عارفينه اهو، الضلوع 12 ضلع هنا و12 ضلع هنا. خلاص، 12 و12 كام؟ 24 ضلع. خلاص، يبقى انا عندي هنا الجمجمة وعظام خلاص الملتحمة. خلاص، يبقى هنا القفص الصدري، تالت حاجة العمود الايه الفقري، العمود الفقري او زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت العمود الايه الفقار. العمود الفقري مش باين من هنا، ولكن معروف ان هو ايه من ورا اهو، الجزء ده اهو، ده العمود ايه الفقر. خلاص، الهيكل الطرفي بقى عبارة عن ايه؟ الحزام الصدري، الحزام الصدري والطرفان العلويان. يبقى في حزام هنا موجود هنشوف تركيبته دلوقتي. خلاص، والحزام الحوضي، حزام، نحفظ الكلام ده مع بعض كده، حزام صدري عبارة عن حاجتين، التركوة ولوح الايه الكتف. التركوة ديت اللي بتتكسر كل شوية مع اللعيبة، يعني اي حد يتخبط في العظمة الصغيرة ديت، بس بصراحة يعني بتخلي الانسان ماشي ايه مقوس كده من الامام، يعني تلاقي دراعته بقى خلاص ما عادش قادر يشيلها. التركوة عظمة صغيرة جدا وبتتكسر بسهولة، ولكن شايلة حمل كتير. خلاص، مظبطة اللي احنا بنقول عليها الحزام الحوضي اللي هو الصدري. يبقى الحزام الصدري عبارة عن تركوة ولوح ايه الكتف، لوح الكتف، لوح الكتف ده هي عظمة مثلثة خلف الظهر، هنشوفها برضو الوقت من منظر الايه الخلفي. يبقى تاني، الهيكل المحوري عبارة عن الجمجمة، نحفظ الكلام ده النهاردة وبورقة وقلم ان شاء الله. يبقى تاني، الهيكل المحوري بيشمل كم عظمة؟ 80. يبقى 80 عظمة. الهيكل الطرفي 126. خلاص، نجمع يبقى 206 عظمة، وده اللي احنا قلناه، بنقول في جسم الانسان 206 عظمة التوتال، المجموع الكلي، منهم 80 عظمة موجودة في الايه الهيكل المحوري في الجمجمة. خلاص، القفص الصدري، القفص الصدري والعمود الايه الفقر، والعمود الفقر، ومتقسمة برضو، متقسمة هنا خلاص 29 بالنسبة للجمجمة. خلاص، والعظام الملحقة بها 25 في القفص الصدري، 26 في العمود الايه الفقري، مجموعهم مع بعض كام؟ 80. الهيكل الطرفي بنبدأ الحزام الصدري، الطرفان العلويان، يبقى حزام صدري مكون من حاجتين. بصراحة مخطط جميل جدا بالرسم، يعني ايه بنعتبرها حاجة عملية كأننا يعني ايه قدام تشريح حقيقي. خلاص، واللي ربنا يكرمه في كلية الطب ان شاء الله ياخد الكلام ده ايه عملي. يبقى الوقت هنا الحزام الصدري، التركوة واللوح الايه الكتف. طيب، الطرفان العلويان، الطرفان العلويان بيشمل اجزاء هنقولها بالتفصيل الوقت عشان ما ندخلش الموضوع على بعضها. ها، الحزام الحوضي عظام الحوض، يبقى عظام الحوض واضح جدا اهو، عظام الحوض معروف مكانه، يبقى عظام الحوض. خلاص، والجزء الامامي اللي احنا بنسميه العانة، خلاص، يبقى ديت الحزام اللي موجود في المنطقة الايه السفل. طبعا الطرفان السفليان هناخد تركيبتها برضو زي ما قلنا على الطرفان العلويان، هناخد تركيبها واسماء العظام بتاعتها.
لان اسماء العظام لازم نحفظها، زي ما قلنا لوح الكتف عظمة مثلثة موجودة في ظهرنا من اعلى جنب الرقبة كده، عظمة مثلثة ونشوف تشريحها الوقت. خلاص تعالوا بقى كده نشوف تاني الهيكل المحوري 80 عظمة. طيب الجمجمة والعظام الملحقة بها، طبعا الجمجمة الجزء المخي اللي بيغلف او بيبطن ايه المخ، الجزء الوجهي واحيانا بنقوله الجبهي الجبهة، يبقى فيه جزئين. عند الجزء المخي اللي بيحيط بالمخ وبيحفظه وبيحميه بقدرة ربنا، الجزء الوجهي اللي في الامام اللي في الامام. خلاص طيب في عظيمات سمعية والعظم الايه اللامي، اللامي اللي موجود هنا، نشوف تركيب الجمجمة كده بالتوضيح بالتفصيل. يبقى احنا شفنا الهيكل الاول اخر مرة، نقوله تاني كمان مرة سريعا. يلا الهيكل المحوري 80 عظمة، الهيكل الطرفي 126 ايه عظم. الجمجمة والعظام الملحقة، الملحقة بها، لان احنا عارفين الجمجمة علبة عظمية قوية ومتينة بها فتحات للعينان للأذنان للأنف وللفم والفكين، فك علو وفك ايه سفل، هناخدها بالتفصيل اصلا ان شاء الله الوقت حال. القفص الصدري قلنا دي اسمها عظمة القص او سترنم انجليش. خلاص يبقى عظمة ايه القص. خلاص يبقى بعض الحاجات ابقى اقولها انجليش كده عشان لو في حد في اللغات معانا يبدأ ايه برضو ياخد باله منه. هنا الضلوع او الربس، الضلوع او الربس قلنا 12 يمينا ويسارا. خلاص يمينا ويسارا، خدوا بالكم بشاور ازاي، يبقى هنا اليسار ها بشاور ناحية اليمين، لان الكتاب لو انا حطيته على الصدر عندي هيبقى نفس الكلام زي المراية. طيب تعالوا بقى العمود الفقري، هناخد برضو الفقرات بالترتيب. العنقية 7 لازم يتحفظوا النهاردة دول، العنقية 7، الظهرية 12، القطنية 5، العجزية عندي واحدة بس هي ملتحمة بس مش عددها ايه واحد. العصعصية واحد ايه ملتحمة برضو. خلاص يبقى احنا هنا لو عدينا الفقرات عندي، الفقرات عندي كام؟ 33. طيب نبدأ بقى كده نمسك الجزء بالتفصيل. العمود الفقري، العمود الفقري لما نيجي نتكلم عنه طبعا بيقول الهيكل المحوري يتكون من، نبص كده مع بعض عشان اللي ما معاش الكتاب، يعني هسيب لكم الكاميرا على شوية كده برضو عشان ايه نتابع مع بعض، ولو عرفنا ننزله من على النت طبعا الكتب دي موجودة كلها على النت. يبقى العمود الفقري يعد العمود الفقري محور الهيكل العظمي. العمود الفقري بادئين به، ما بدأناش بالجمجمة، ما فيش حد عندنا حاجة، عايزين نبدأ بالترتيب ونمشي بالجمجمة ما فيش مشكلة. يبقى العمود الفقري خلاص يعد العمود الفقري أهم جزء في الهيكل المحوري. ليه؟ حيث يتصل طرفه العلوي بالجمجمة، زي ما شفنا الجمجمة بعدها العمود الايه الفقري، يتصل به في منطقة الصدر القفص الصدري، والطرفان العلويان بواسطة عظام الكتف، قلنا عظمة مثلثة وهنشوفها الوقت إن شاء الله، يتصل به من أسفل الطرفان السفليان بواسطة عظام إيه الحوض. نركز كده في الكلام بالراحة عشان عدم تضييع الوقت ونستفيد بالحس. يتكون العمود الفقري من 33 فقرة تقسم إلى 5 مجموعات وتختلف في الشكل تبعا لمنطقة إيه وجودها. نركز بقى في الفقرات كده عشان الارقام اللي احنا قلناها على الرسمة، ركزوا معايا. 7 فقرات عنقية من 1 ل7، فقرات متمفصلة يعني عاملة زي المفصلات بتتحرك وذات حجم ايه متوسط. تاني هذه الفقرات بنقول اسمها فقرات ايه عنقية في الرقبة من 1 ل7، يبقى عددها كام؟ 7، يبقى دي اول جزئية. الجزئية التانية بنقول 12 فقرة ظهرية، فقرات متمفصلة وذات حجم ايه اكبر من ايه من العنقية. طيب وبعدين 5 فقرات قطنية، 5 فقرات قطنية، فقرات متمفصلة، خدوا بالكم كل اللي فوق التلاتة دول متمفصلة.
خلاص. اما الاثنين اللي تحت اللي هيجوا لوحدهم دلوقتي، الفقرات العجزية ديت ها فقرات عريضة، عريضة اعرض من فوق ومفلطحة وملتحمة معا، ملتحمة يعني ايه ماسكة مع بعضها. يبقى هنا عندي الفقرات القطنية 5، الكلام ده بورقة وقلم ونذاكرها خلاص. يبقى دي فقرات متتالية، اقولها تاني بسرعة، 7 فقرات عنقية، ها 7 فقرات عنقية تمام. دي عبارة عن فقرات متمفصلة وذات حجم ايه متوسط، 12 فقرة عظمية من 8 ل 19 بالترتيب. ما هو 12 بنضيفهم على ايه 7 بقى 19، يبقى بادئة من رقم 8 ل 19، فقرات متمفصلة وذات حجم ايه اكبر من العنقية. طيب الفقرات القطنية فقرات متمفصلة وهي اكبر من الفقرات جميعا، اكبرها حجما، وتواجه تجويف البطن، وتواجه تجويف البطن. يبقى عند تجويف البطن ها هي الفقرات الايه القطنية عددها كام 5. طيب فقرات عريضة ومفلطحة اللي هي الفقرات الايه العجزية خلاص. يبقى هنا ايه 5 فقرات عجزية خلاص، عجزية عجزية النطق مفيش مشكلة عشان التعليقات الحلوة والجميلة. يبقى دي فقرات عريضة ومفلطحة وملتحمة ايه معا. 4 فقرات عصعصية او عصعصية، الاتنين صح، فقرات صغيرة الحجم وملتحمة ايه معا. مشكلة الاحياء الجهاز الهيكلي ان الترجمة بتاعته يعني مؤلمة شوية، ولكن واخدنا في الكلية بالانجليش جميلة جدا جدا جدا، احسن من كده بكتير. يبقى 4 فقرات عصعصية او عصعصية فقرات صغيرة الحجم وملتحمة ايه معا. الملاحظات بقى، يبلغ عدد عظام العمود الفقري في الانسان 26 ايه عظمة خلاص. يبقى 26 من العظام، وذلك ركزوا بقى، طب ليه هي 33 فقرة خلاص من الفقرات وصفت على 26؟ وضحها لنا اهوت، وذلك لالتحام ال5 فقرات العجزية معا، فبعتبرها واحدة كعظمة واحدة، ودي الملاحظة في العمود الفقري اللي شفناها الوقت في الصفحة اللي قبل دي. وال4 فقرات العصعصية معا كعظمة ايه واحد، ذلك كاتب لي هنا واحدة وهنا ايه واحدة، وانا قلت لكم هوضحها لكم لان لها ايه ارقام. يبقى 5 فقرات عجزية ملتحمة، ملتحمة معا، فبيعتبروها زي العظمة الواحدة خلاص. يبقى الخمسة دول ملتحمين مع بعض اللي هي الفقرات الايه العجزية خلاص. الفقرات العصعصية او العصعصية دي برضو ايه ملتحمة ايه مع بعضها. عرفنا العدد 26 قل من عن 33 ليه؟ لان الاثنين الاخرى كل واحدة فيهم ملتحمة، 5 ملتحمين يبقى نقصنا 4، 4 ملتحمين اذا نقصنا 3، إذن 7 ناقصين، ضيف 7 على 26 بقت كام؟ 33. مهم جدا الكلام ده يا جماعة خلاص. يبقى العمود الفقري عرفنا ايه الكلام المطلوب او المفروض ايه نعرف. نيجي للفقرة بقى، الفقرة ديت معلش ندرب نفسنا عليها النهاردة ولازم نعرف نرسمها، لان بتيجي كل سنة وهتيجي السنة دي برضو ان شاء الله لتالتة ثانوي اللي بيمتحنه، بيجي يقول لي ارسم الفقرة. طب الرسمة بتاعت الفقرة بنبدأها ازاي؟ جسم الفقرة شايفين عامل ازاي؟ عامل زي القلب اهو، نبدأ كده اهو، شفنا نعرف نرسمها ازاي الاول مع بعض. يبقى ده اسمه جسم الفقرة، وامشوا معايا بالترتيب كده، جسم الفقرة مهمة جدا، وانا شرحتها قبل كده اللي بتوع تالتة ثانوي في المراجعات النهائية، يعني نبص على الحلقات كده مع بعض برضو خلاص. الجسم ده هنعمل له الدبل بتاعه، جزء القلب ده اهو، ومش قلب ولا حاجة يعني، واخد شكل الايه القلب ده بالقلم الرصاص، واحنا بنرسم ونظلله كده لان حتة عظمة اهي. يبقى هنا ايه جسم الايه الفقرة تمام. بعد كده بنبدأ من فوق كده، لو فاكرين رسمة الزهرة خلاص بالنسبة للسنوات اللي فاتت، بنبدأ من هنا كده، بنبدأ ننزل الميسم والقلم والكلام ده زي شكل الزهرة يعني،
الكلام ده مش اسمه ميسم ولا قلم هنا خالص، خلاص يبقى ده اسمه نتوء ايه؟ شوكي. نتوء شوكي، نتوء شوكي اهو. نزلنا من نتوء الشوكي بنبدأ في نتوء مفصلي، نتوء مفصلي، في نتوء مفصلي امامي، وفي نتوء مفصلي ايه؟ خلف. خلاص بنبدأ بقى كده اهو، ده النتوء الايه؟ المفصلي. بعد كده بنبدأ النتوء المفصلي الامامي، يبقى في واحد خلفي وواحد ايه؟ امامي. وبعد كده بنبدأ في النتوء الايه؟ المستعرض، وبننزل عادي خالص اهو اهو بطريقة سهلة كده وسلسة. اللي عملناه في هذا الطرف هنعمله في الطرف ده. بس نفكر نفسنا اول ان ده نتوء مفصلي خلفي، نتوء مفصلي خلفي، ده نتوء مفصلي امامي، وده نتوء مستعرض. نتوء يعني حاجة بارزة البر، نتوء ايه؟ مستعرض. يبقى كده الجزء النهيادي خلاص. فيه هنا بقى حلقة بنسميها حلقة ايه؟ ها، حلقة شوكي. طب اللي جواتها عايزين رسمة تخيلية كده شوية. يبقى هنا هوت حلقة شوكية اللي انا بشاور عليها من بره، حلقة شوكية. طب اللي جواتها القناة العصبية، قناة عصبية. طب القناة العصبية دي مالها؟ دي اللي بيمر فيها، عشان نتخيل الرسمة، اللي بيمر فيها الحبل الايه؟ الشوك. خلاص يبقى الفقرات اللي عندنا مالها؟ فيها قناة عصبية بيمر فيها الحبل الشوك للحماية والتدعيم، للحماية والتدعيم. اللي عملناه في هذا الجانب نعمله برضو بالراحة اهو. يبقى ده النتوء المفصلي الخلفي، النتوء المفصلي الامامي، وده النتوء المستعرض، وننزل بالراحة اهو. يبقى الوقت هنا الرسمة خلصت. عايز اعملها زي ما الكتاب عاملها، النتوء مفصلي خلفي اعمله الناحية دي، مش مشكلة، بس افهم انا راسم ايه. يبقى ده النتوء المفصلي الخلفي، ده النتوء المفصلي الايه؟ الامامي. قناة عصبية، ها، حلقة ايه؟ شوكي. انا عملت لكم البيانات كلها في جانب واحد، ما وزعتهاش على الجانبين، عشان برضو احنا بنرسم نبقى فاهمين احنا بنرسم ايه. هل هي ديت ترسيم رسمة الفقرة؟ تتطلب 50,000 مرة، يعني ممكن كل سنة ترم اول او دور اول ودور تاني يجي يقول لي وضح بالرسم، وضح بالرسم الفقرة العظمية. الفقرة العظمية ساعات بيجيبها مرسومة ويشاور على ايه، يقول لي اسم الايه الرسمة دي ايه، فبقول له الفقرة الايه؟ العظمية. معروف ان الفقرات العظمية مهمة جدا بقى عشان الحاجات اللي جاية. بصوا كده رسم تفصيل بسيط خفيف خالص 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 اهو، ديت للفقرة اهي. ما بين الفقرة والفقرة الغضاريف اللي هناخدها بالتفصيل برضو ان شاء الله. يبقى الوقت هنا اهو ادي الفقرة التانية كرسمة مبسطة للفقرات، بينها حتة جزئية هنا اهو مهمة جدا، وظروف، وده اللي بيسبب آلام شديدة جدا 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 لمعظم الناس، لأن حدث له تآكل. التآكل جه منين؟ من القعدة اللي ماهيش مظبوطة. لما أجي أقعد بميلان يمينا أو يسارا أو للأمام أو للخلف، دي مشكلة. يبقى أما أجي أميل على جنب الشمال شوية وأنا قاعد، مشكلة. قدام تلفزيون، قدام أي، وأنا قاعد بذاكر، وأنا قاعد بذاكر أميل كده بميلان على الشمال أو اليمين فترة طويلة، يبقى بيحدث ايه؟ احتكاك ما بين الفقرة والايه؟ والفقرة. واللي في النص ده اسمه ايه؟ غضروف. الغضروف ده بيحمي الفقرتين ان هما يحتكوا ببعض او يحدث ايه؟ تصادم. زي علبة التلفزيون جاية جديدة، شيء طبيعي اللي موجود مادة بيضاء اللي بنسميها الفبر. المادة دهيت بتعمل ايه؟ بتفصل التلفزيون عن الكرتونة، عن الصدمات. يبقى اي حركة في الكرتونة ما خافش على الجهاز اللي جوه. ليه؟ لان في جزء مبطن الكرتونة
وحامي الجهاز من جوه. هو ده اللي بيحصل، اللي ربنا عامل غضاريف ما بين كل فقرة وفقرة. لماذا؟ للحماية. يبقى الفقرة النهاردة اهيت تركيبها رسمناها، ومهم جدا 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 نرسمها مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ لان بتطلب مني رسمي. يبقى تتكون الفقرة العظمية من عدة اجزاء، هي جسم الفقرة اللي قلنا ظللناه، الجزء الامامي السميك. طيب النتوءان المستعرضان رسمناهم وقلنا مستعرضان اهو، كاتب لي في واحدة بس، التانية زيها. ما احنا قلنا في تماثل زي رسمة الزهرة بتاع التانية اعدادي، ورسمة الزهرة اللي هناخدها ان شاء الله في الباب الثالث هذا العام. مكررة علينا برضو، مكررة في التكاثر ان شاء الله. يبقى النتوءان المستعرضان زائدتان عظميتان يتصلان بجسم الفقرة من الجانبين، ويحمل كل منهما نتوء مفصلي امامي. يبقى النتوء المستعرض فيه نتوء مفصلي امامي. خلاص. الحلقة الشوكية اللي بنقول عليها الحلقة الايه؟ العصبية. حلقة عظمية تتصل بجسم الفقرة اللي هي دي، خلاص، من الخلف، وتحيط بالقناة العصبية التي يمتد بداخلها الحبل الشوكي. انا قلت لكم اهم حاجة في هذا الموضوع الحبل الشوكي، لانه مهم جدا 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 زي ما قلنا قبل كده. يبقى الحبل الشوكي مهم جدا لحمايته. يبقى ربنا عامل هذه القناة العصبية لحماية مين يا جماعة؟ الحبل الايه؟ الشوكي. النتوء الشوكي زائدة خلفية مائلة، النتوء الشوكي. النتوء الشوكي الجزء اللي فوق ده، خلاص، اللي رسمته لكم قلت لكم شبيه بالميسم والايه القلم اهو، النتوء الشوكي. يبقى النتوء الشوكي زائدة خلفية مائلة الى اسفل، تحملها الحلقة الايه؟ الشوكية. ويحمل نتوءين مفصلين او مفصلين خلفيين. يبقى في النتوء، في نتوء خلفي مفصلي او مفصلي خلفي، وفي النتوء الامامي اللي موجود مع الايه؟ النتوء الايه؟ المستعرض. خلاص. يبقى النتوء المفصلي الخلفي بيتبع النتوء الايه؟ الشوكي. اما النتوء المفصلي الامامي فبيتبع النتوء الايه؟ المستعرض. خلاص. طيب وظيفة العمود الفقري، هل العمود الفقري له وظيفة؟ طبعا ليه اكتر من وظيفة. يعمل كدعامة، عنواننا ايه في الباب الاول؟ الدعامة. يبقى يعمل كدعامة رئيسية لايه؟ للجسم. هو اللي صلب جسمنا لفوق، مثبته يعني. خلاص. لو حصل اي قلق او الم او تقوس في الظهر، يبقى يرجع ذلك الى اصابات في العمود الايه؟ الفقري. يحمل حبل الشوكي، وده اهم حاجة واهم جزء في جسمنا، لان هو اللي مسؤول بعد ربنا عن الاستجابة الايه؟ اللا ارادية، او الفعل المنعكس اللي احنا عارفينه، ان انا احط ايدي على حاجة سخنة اشيلها بسرعة. خلي الحبل الشوكي مصاب، ما عدناش هنحس بحاجة، ولا بدبابيس ولا بابر ولا بحاجة ساعة ولا حاجة ايه؟ سخنة. يبقى يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم. يبقى دعامة رئيسية، يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي منين؟ من الجسم. مش كده وبس، اللي هي حاجات وظائف كتير، يعني يحمي الجسم كله ويحمل جميع اجزاء جسمنا، كله متعلق على العمود الفقري. العمود الفقري هو اللي ايه؟ زي الشماعة بتاع زمان، يعني كان زمان بيجوا في البيوت كده شماعة او حاجات بنعلق على الهدوم، دي خلاص شبه اتلغت، دي كانت اساسية، يعني كانت شماعة طويلة كبيرة ومثبتة بدايرة من تحت، وفيها اكتر من مكان بنحط فيه الملابس. طبعا ديت اتلغت. العمود الفقري بتاعنا عامل زي دي بالظبط. طبعا العمود الفقري شايفين الانحناءات اللي فيه، لانه مش مستقيم. خلاص. ومعروف ان الفقرات دهيت منغمسة فين؟ في العضلات. خلاص. يبقى ربنا انشأ العظام الاول، ثم كسونا العظام لحمة، ثم كسونا العظام لحمة. خلاص. يبقى العظام اللي اتكونت الاول وربنا ثبتها في جسمنا، وبعد كده ايه؟ كساها العضلات اللي احنا بنقول عليها ايه؟ العضلات نفسها. طيب الجمجمة، عشان نبقى واقفين على الجزء ده عشان يبقى جزء حلو. الجمجمة بنقول علبة عظمية تتكون من جزئين مهمين جدا، الجبهة، جزء الجبهة زي ما قلنا في الرسمة بتاع الهيكل العظمي، والجزء الايه؟ المخي. الجزء المخي
اللي ربنا حافظ بيه ايه؟ المخ. والجزء الجبهي اللي هو فين؟ في الامام. يبقى الجزء الخلفي الجزء الايه؟ المخي، يتكون من 8 عظام تتصل ببعضها عند اطرافها المسننة، يعني في اطراف مسننة خلاص، ودي بتظهر عند الاطفال لما يجي يتولدوا في خالص، ما تحطش ايدك اي صابعك او العيال الصغيرة تيجي ناحية دماغه، لان ديت بتبقى لسه طرية خلاص، ممكن الاجزاء دي تبان، ممكن نقول حاسب على مخه، لان ايه؟ الجزء المسنن ده بيبقى ضعيف جدا في الاطفال المولودين حديثا. يتكون من 8 عظام او 8 عظام تتصل ببعضها عند اطرافها المسنن، اتصالات متينة، وتشكل هذه العظام ايه؟ تجويفا يستقر فيه المخ ايه؟ لحمايته. يبقى العظمة ديت او الجمجمة او الجزء الايه؟ المخ ده بيحفظ ايه؟ المخ. يوجد في قاع الجزء المخي ثقب كبير، القاع نفسه، لكي يتصل من خلال المخ بالحبل الشوكي. يبقى الوقت هنا اهو في قاع الجزء المخي في تحت خالص، متصل بمين؟ بالعمود الفقري، لكي يتصل من خلاله المخ بالحبل الايه؟ الشوكي، لان الحبل الشوكي داخل العمود الفقري. اذا المخ متصل بمين؟ بالحبل ايه؟ الشوكي. الجزء الامامي اللي هو الجزء الوجهي يشمل عظام الوجه والفكين ومواضع اعضاء الحس اللي احنا عارفينهم، 2 اذن 2 عين انف. يبقى الاذنان والعينان والانف دي مواضع اعضاء الحس، وديت الجزء الايه؟ الامامي، اللي بيشمل هذه الايه؟ التجاويف. يبقى احنا هنا خلصنا الجمجمة. يا ترى الجمجمة لها وظائف؟ لها وظائف. يبقى احنا هنا خدنا النهاردة خلاص العمود الفقري وخلصناه، ورسمنا الفقرة، وبإذن الله نتابع معاكم عشان ما كترش عليكم، عشان تبدأوا حلقات معايا مباشرة على طول تتابع. وبرضو بركز لكم على الصورة، مهمة جدا جدا جدا. الفقرات بتاعت العمود الفقري عرفنا اللي هي 33، ولكن 26 عظمة، وقلنا الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في الفقرات اللي هي عجزية اللي هم 5 ملتحمين، الخمسة مع بعض فاعتبرها واحدة، يبقى خصمنا 4. طيب القطنية اللي هي العصوصية 4 اختزلت او ملتحمة فأصبحت إيه؟ كأنها عظمة واحدة. إذن 3 اتشالوا من 4، والخمسة اتشال منهم 4، يبقى 3 و4 كام؟ 7. هو ده الفرق ما بين 26 والإيه؟ والـ33. يبقى آخر حاجة إن شاء الله النهاردة، بيقول لي يبلغ عدد النتوءات في الفقرات العظمية اللي هي النموذجية 7 إيه؟ نتوءات. 7 نتوءات. يبقى في 7 نتوءات موجودين. بصوا معايا، نتوء مستعرض، وهنا نتوء مستعرض، ادي 2 خلاص، و2 خلفي و2 امامي، والنتوء الايه؟ الشوكي. يبقى عددهم كام؟ عددهم 7 ايه؟ نتوءات. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونعمل سبسكرايب ولايك، ونحاول ندعم القناة عشان يسهل رفع الايه؟ الحلقات عليها، ويبقى فيها انتشار ان شاء الله في سهولة في الاشعارات، وتوصل لكم كل جديد او يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش مراجعة الاساسيات في الاحياء، الاساسيات في الكيمياء، الاساسيات في الفيزياء، هتنفعكم باذن الله، وفيها شرح حلو كويس معقول يعني ان شاء الله يفيدكم. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.